الأصدقاء لا نوصل بالسلامة. رشوا الباص نحن جايين على الطريق. مكان بين الجيش الحر والنظامي محل عتمي فورا رشوا الباص يعني الله حمل عالم الحمد لله. أول ما جينا لهون كل ما تجي الطيارة الأولاد يدخلوا جوا بالعنة اللي بتنسى. كل يوم أطلع باجي بشوفك على الحدود بس أشوفك من بعيد هيك بس أبوسك وأرجع بس. خوف أنزل أو لازم تشيلوني كمان. شو بتتوقع يكون الخطوة التالية؟ هلا؟ يعني بيتي راح بحالي مرة ربنا من كل شيء صفى على بس الله خيمة أعلم يعني شو جاي إن الله يعافي لي ابني شافيه ولو إنه أبرك بخيمة أنا رضيانة. لما طلعنا من البيت بملابسنا النوم وكان الطيران عم يضرب على الطريق كله شوي في حاجز داعش متغطى اخر حاجز اخذوا الهوايا كل الشباب اللي بالباص ونزلوا 5 باصات نزلوا الشباب كلهم قالوا بدنا نعدهم حتى تشوفوا ولما بنخلص لما بنذبح بنخلص بتكون تكبروا بتقولوا ففصل راسه عن جسمه لحد اليوم ما عم ننسى والله. نحن من سوريا من اللاذقية محافظة اللاذقية بتاع سابقا اسلام سنة هلا مسيحيين وبعد اجت الحرب عنا باللاذقية قوة الاسلام اكثر منه صار جينا تهديدات كثير وفي مرة من المرات كمان بناتي كانوا جايين من المدرسة اثنين دخلوا عليهم على البيت صاروا يسألوا علينا وين امي بدنا نقتلهم من سنة كنت سابع انتي وفرحتي كتير خفنا كنا كتير خايفين وما عرفنا شو بدنا نعمل بعدين الوضع صار ما آمن ابدا نحن بيتنا كان صوب مشفل عسكري كنا في قواص كل كام يوم كانت تجي قنبلة مثلا ما نعرف وين احيانا تجي على مدرسة احيانا تجي بحي سكني بعدين فكرنا يعني صحيح انه انا ولدت بعائله مسيحيه لكن ما كنا بنعرف شيء عن المسيح اخذت القرار من بعد 15 سنه حرب ومعاناه من 35 سنه كنا عم نحارب الجيش السوري بلبنان احنا كنا ميليشيا لكن لما الرب غيرني هلا عم نخدم الشعب السوري بسبب تهجيرهم هيك الرب علمنا نحبهم فخلال 15 سنه حرب اكيد قتلنا أشخاص حبينا الحرب حبينا نحمل سلاح حبينا نسمع صوت رصاص صار عندنا شوق إنه نقتل بعض وهذا يعني شيء جديد علينا لأنه كنا نشوفه بالأفلام لكن هلا صار حقيقة عندنا بلبنان لكن روبير مات وهلا روبير جديد وكل ما ندخل على بيت كنا أنا أطلع أعرف شو الحاجات يلا أخربي يلا ننزل يلا بدون ما هن يعرفوا اسحب ورقة وقلم وأيد شو ناقصهم بعدين لما أجي مرة تانية جيب لهم هالغراض هن يتفاجئوا إنه شو عرفت نحن بحاجة لهالشي وكلهم يسألونا طيب ليه عم تساعدونا شو بدكم بالمقابل اللي هو كله من عند الرب كل شيء بالحياة من عنده
اخذوا المناطق الامنيه ونحن طلعنا. ايه صار مأساوي يعني، نحن هربنا بليل يعني، دخلوا هن وصار ضرب وصار هيك وارتعبوا الاولاد وهيك ورفض طلعنا. جوزي كان يعرف لبنان انه اشتغل فيها من قبل، بيهدموا البيت بيهدوا كل شيء. بعدها اجوا الاكراد يبكي. هلا نحن عم نسمع يعني سمع انه اذا طلعتوا على بلاد برا واحسن وافضل للتعليم ومشان اولادكم ومشان هالشيء، بس نحن ما بنعرف لا بنطلع ولا بنفوت يعني اجباري حتى وصلنا لهون يعني. The situation in Lebanon for refugees very hard. No job. People here are also tired from them. So they are facing many problems. Running from the war and facing here also, people are refusing them. I focus very much with unreached people. And many people know nothing about Jesus. Even they don't have the Bible or the New Testament. Family, they will tell you that the kids cannot go out and play. As soon as they go out, the neighbors will start shouting and they won't let them out. So lots of Syrian kids have lost their childhood and they need to have such programs so that they can play, they can enjoy their time, they can regain their childhood and they can have some fun and some leisure. But we have a limited number of volunteers and we have a limited number of places, so it's a bit hard to accept more people in the meantime. لما جيت كنت كثير مبسوطة، إنه كثير كمان حسينا بالغرمة كثير عن بلدنا، إنه حسيت كثير بالغرمة عن بلدنا. مدرسة نظامية هون بلبنان هن وقفوا شهرين ما بعرف ثلاثة، نحن ما بعرف شو صار فينا، ما بقى بنعرف وين نروح. ما فينا نطلع، من طلعوا يا الجيران صاروا يعيطوا يا ما سيدك عم تشتغلي؟ أنا بعد يلا واحد اثنين ثلاثة.
سنة وشهرين. ولا عندنا مصاري نطلع مثل هالعالم تهريب نروح على دولة أحسن ولا في. الحمد لله أهم شيء أنا وجوزي وابني مع بعض. و المدينة كان بيتنا غير شو اللي عليك وين الهون هذا كله وين حي ما شاء الله ما بتفرق يعني أنا نزلت على الشغل ما عم دخلوني شو اسم الله يكون عم أفضل واحد بكنا كتير هلأ قال لي بس بدك إذا جاب لك كل جمال 50 ألف بيتنا he would bring even if it was $30 or $40 a week, it would be good. But I can't let Adel work. He's very. I can't. They tell her send him to work. And my heart is tearing because my oldest son died. يحسوا ان نحن هون انه ما في لنا حقوق انه ما مثلكم نحن عم ندرس في كثير اشياء صعبه واجهتنا بنتمنى ناخذ كل حقوقنا مثل اي حدا هناك هلا هون حلو في كنيسة انه بنعرف حدا اكثر بنحكي معه وهونيك كمان حلو لاني رح يكون بيت حلو First thing to do to help all countries to stop the war. So my heart is asking you to pray for Syria to stop the war very soon. All terrorist group, God can stop all of them. أملي إنه منطقة ترجع مثل ما كانت يعني أملنا إنه نرجع. نحن ما قلت لك نحن لما أجينا يا دوب عرفنا طريق الأوبام عرفنا بس سجلنا ما كنا نعرف إنه في تسجيل على السفر أو أنا سيدرا عمري 10 لاجئة بلبنان More and more we need help for the people who are staying here. We're talking especially among Lebanon and Syria. So big need, we can't stop. If we stop helping, we are pushing them to die, I'm sure. So if United Nations stopped, big problem. If our churches, our organization, especially the Christian organization stopped, big problem.
That's why we need the whole world to come together to stop that by God's grace.